need your help, my friend, but I can't go to the Skopje with my family. It's very far. We can go to the second village in Macedonia. Can you come to the second village, third village? نحن وضعنا صعب، يعني هربانين حرب، طلعنا وجينا لهون تسكرت الابواب وشنا. اذا بدنا نقضيها هيك كآبه توقع الكل رح ينجلد. جيفارا نبي، اسمي الحقيقي المكتوب بالهوية عبد الله شيخ نبي. كنت بمراهقتي، فترة مراهقتي، متأثر بتشي جيفارا. بالجامعة كان اسمي جيفارا، جيفارا نبي يعني. كوني ابن مدينة حلب وشطاها الأوائل. سمير، حيث يفصل المكان صاروخ الحراري. الله أكبر. كل يوم أطلع البراميل اللي عم تنزل عم بصور، بصور العالم. الله أكبر عليك يا بشار. قصف النظام كان بشكل يومي مستمر. ميليشيات التكفيرية الإسلامية اللي كانت موجودة في حياتنا كانت بخطر بأي لحظة. نحن الأكراد بياخذوا صورة عنا إنه نحن ملاحدة بالأساس. القرار اللي كان أصعب بالنسبة إلي هو كان قرار طلعتي من حلب. لقيت إنه في عائلة بحاجتي. بتشونا أزميلي تركي عم دحزور وشونزدادو يعني بتشونا يونوني. هرب مادي بالمرج مرعو كلهم بالمسور بنش. ما كنت رح سافر لو كنت لوحدي، بس كانوا هن معولين علي انه انا يعني خرج يعتمد عليه بهي الرحله الخطره بالبحر والى اخره. طبعا ما فرقتهم ولا لحظه. بعدين اتجهنا لإيدوميني. شهرين هون. ما تشكيوش ازم ما قاطعي خرب انا ونوكما. ايمي عين توب، ايمي ازمي. الاوضاع كانت مأساوية بالمخيم، الامطار كانت غزيرة في البداية، الحرارة مرتفعة، انتشرت الامراض السارية مثل التهاب الامعاء، التهاب الكبد اي. بعد خمسة ايام كانت الحكومة المقدونية مسكرة الحدود. جمعنا الشباب اللي موجودين بالساحة، جمعت عائلتي أول شيء. بلشنا هون أنا ومجموعة من الشباب السوريين بالاعتصامات والتظاهرات. كان الرد عنيف من الحكومة المقدونية، زدوا علينا مختلف أشكال قذائف الغازات المسيلة للدموع، رصاص البلاستيكي. جيجي الوضع من سيء لأسوأ. أكيد في قلق، مسؤولية 15 شخص هي مخاطرة بالنتيجة. ما ضل عندي خيار أنا وعائلتي غير أنه نسلك طريق التهريب كمان، التهريب بطرق غير شرعية عبر دول البلقان. بعد
My name is Hiba. I study law in University Aleppo. We plan to go to Macedonia with my uncle Givara. Very dangerous trip. We take food, bread, water. This is very important. People come back from Macedonia because they not have enough food. It's enough? Enough. شو بتكون تعملوا بالخيمة؟ خيمة بدنا نسلمها للعيلة الثانية بتطلع معنا. أبو محمد. بدك تلبسي هي تحت البنطلون. أوكي. قلق أنا بخصوص أمي كون كبيرة هي بالعمر وكون هي ما بتحب تظهر إنه عم تتعب. بنت أختي الصغيرة ريتا كمان يعني ريتا صغيرة كتير وأمي كبيرة. غالباً رح نفشل يعني بس تجربة لابد منها ما عندنا خيارات ثانية. رح نجرب ونشوف. جرب واحدة اثنين كان. الله حيهم قاسم. أهم شيء تكون معنويات أم قاسم عالية. إذا كانت معنوياتها عالية معنويات الفريق كله رح تكون عالية. نحن لازم يكون أهم شيء ما نقول إنه نحن تعبنا أو شيء أمك وأبوك. نحن لازم ما نخلي يكون في مجال للطاقة السلبية، نكون إيجابيين. لي أربع أخوة بألمانيا فحتماً راح نروح نكون عندهم. حاجة شو بيش مدى داركات نواجهوله أخوات شيكر وداركات. غالباً رح ننطر شوي للساعة 7:30 ونحاول نفوت هنيك. فيك تتابعني على الجي بي اس على اسم المستخدم اللي بعثت لك إياه. أوكي؟ كم شخص؟ 15 نحن جروبين، عيلتين 15 شخص. رح نكون عيلتين، عيلتنا وعيلة أبو محمد من القنيطرة. يلا دي إن شاء الله. أوكي حبيبي. هو ما كان بده يطلع، فنحن بشكل عام أنا وأخوي عبدو مثلاً اللي هون كتير عملنا ضغط. يعني مثلاً أنت بدك تطلع، أنت إذا ما بدك تطلع كرمالك طلع كرمال أمك مثلاً. بابا شو؟ بابا شو؟ يا الله. هوا ربيع ودر غيبة. غيبة. كو كو لا نافو نا يك هي يك كون. أيوة. عمان بكن إن شاء الله أخرى واجي خير ويجي بخير بسلاماتي ورن إن شاء الله وما تحاج عيرون وما تعب يتين الصوت الخطة كانت إنه أقطع مخدونيا مشياً على الأقدام أنا وعائلتي ومسافتك كنت عم شوفها على الجي بي إس حوالي 220 كيلومتر شو يا حجة؟ إيش ذي؟ طار مع ألمانيا كيف؟ إيش مني بي؟ أبرعب. لا. لسه بداية الطريق وتعبوا. أبو قاسم شو شعورك؟ شعوري زي والله الحمد لله رب العالمين. إيه. الله يوفقنا وإن شاء الله نوصل. ونوصل على ميركل ونور عند ميركل يعزمنا على شيء عشاء. ايه. بس ما اظن. ريتا. منيحة. برافو. الجو حلو. الجو حلو ايه. روعة، ماني تعبانة. أشوف حالي طالعي. ريتا والقوس. ريتا شوفي حالك. ريتا مثلا بنت أختي الصغيرة اللي ظلت 7 سنين بلا مدرسة. كان عمرها 6 سنين كان المفروض تكمل دراستها بمدينتها حلب بس بقصف والحرب ما خلتها تكمل دراستها. ايش دخلتوا؟ مام كيف الوضع؟ شلون الهمة؟ كثير مليح. معنويات؟ كويس. محمد تمام الوضع؟ الحمد لله. يلا بدنا نشد الهمة. يلا مشان ننفذكم من هالحياة كلها. يلا. في كتير عالم يبدو عم تطلع اليوم تهريب. توقع الوضع صار أصعب كون إنه في عالم كتير عم تطلع اليوم. رح نشوف شو فينا نعمل ممكن نهدي ليمرق العالم باحتمال إذا ماسكوا نحن ما يصلنا شيء. لنشوف.
هوني هارت شو انتي خالدي؟ اوكي ساعتك تقولي مدى اي مجموعه بدها تمشي من الطبيعي انه يكون في لها قائد او اذا فينا نقول او قائد يقود الرحله يحاول يضغط عليهم يحاول يرفع معنوياتهم مريت قبل بمراحل خطره كثير بسوريا بس اختلف الوضع هون لانه صار في عندي مسؤوليه في عندي عائله رح ننطلق باتجاه طريق اللي بدنا نسلكه بمقدونيا تهريب دي عنا لتحت هون بس نزلنا الوادي بنكون صرنا بالضبط قابيل هي الضيعة لا قفلت يعني؟ لا ما قفلت بس طالبين بيني يكون في رمز رمز ثاني تبع الجوال مشكلة إذا ما كان في إنترنت إذا ما كان في إنترنت ما فينا نتحرك سنتي في صوت موتورات رح نبعد هلا شو هذا ما بقى نمشي استراد قدام ما بقى نمشي ما عاد نوصل له أصلا حتى لو وصلنا له ما عاد نقدر نقطع اليوم في دور الشباب سمعنا طبعا اشاعات انه هون بمخدونيا انه في 300 يورو لكل شخص ببلغ عن لاجئين او شيء ايه بس عسكريه الله في قطع عسكريه هون مثلا مهرب معقول هذا مخدونيا جربنا ندخل بالحرش طلع الأمر كتير فظيع مش شجر كثيف كتير بدك تحاولي تقطعي وتكسري الأغصان لحتى تمر إيه واصلت لك أفاعي وما بعرف إذا في حيوانات تانية أكيد في يعني صفر بنهار لما تريحوا تفيقوا دائما في حل جديد وفي طريق جديد عشان ليشو واحيانا تبكي شلون ما عم انا كرمال بناتي ولا طلعت هالطلعه يعني كنت انا كمان رحت اشتغلت وكنت بشتغل بالصالون يعني كان كوبيرا انا بحسن يعني بيتي بحلب راح مثلاً بكوباني نفس الشيء بيتي تدمر يعني ما يعني ما بحسن عشقه وين بدي أروح خمس سنين أنا مهاجرة دقت المر وأنا هيك عم بدور من كامب لكامب ومن كردستان ومن هون ومن هون ومن هون أنا والله شوف بناتي بشوفها ريتا عم تتعب وتجاهد لسه بتحمس أكتر بدي أكمل
محمد وقعت هون تحت صافي رد لرجله توقع في رد برجلها ما اظن كسر بس حالته تعبانه نزله جد اجري تحت منها مر الارض الصبح حشيش ومي رطب يا جماعه عندي حبوب مسكره النهارده بدنا لحاب حبوب وجعت ما قدرت تعمل شيء فقعدنا استناها فلهيك بدها تسلم حالها انا ما انه فكرتي انه يكملوا لانه وصلوا لهون ما بصير يرجعوا يسلموا حالها هلا ما خف الورم شوي فرجيني يا محمد بس ندبر سيارة وشي مهرب تروح معه لا سيارة مو معودة ما في كل مقدونيا ما في حدا بيشيل بالسيارات شيلوها هي من بالكم ماشي قبل بربع ساعة في أصوات طلعت من ورا أمي خبرني كل شوي إنه طلعت شلت العصاي دور هيك دور ضوي بالبيل لقدام لورا لوهلي خفت عالي لما كنا هنيك بالغابة كان في رعيان كتير عم بيروحوا بيجوا كيف أنا محمد؟ محمد منيحة بس لما مشينا أول ما مشينا رجلها هي ورماني ازرقت رجلها اللون تبعها ازرق بعد ساعتين ثلاثة بنشوف رجل محمد إذا قدراني تمشي عليها رح نحاول المغربيات نقطع باتجاه الأوتوستراد من ناحية البوليس كان عندنا تخوف كتير بمقدونيا ما كان بأول 20-30 كيلومتر كان مشدد كتير This woman said, "Fuck the world, fuck the euro, fuck the euro, Europa." She won't.
مولي هيك هيك اجري حركي شوف اجري من هون اللوت من هون حركي ويساعدني بحركها بس اللوت لوي فوق تحت محمد رجلها كان الورم زايد شوي حاولنا نشوف شي طريقة انه نلاقي لها دكتور او شي حدا ممكن يزبط وضعها احنا الصليب العرصات ان اللي سلمونا بطلعت لعندهم قلت لهم شيم اون يو وبلشت سبسب عليهم انه نحن عم نطلب المساعدة والنجدة انه في عنا حالة اسعافية بتجوا بتجيبون للبوليس انتوا لهون ما بتستحوا من حالكم شو بدي أعبر شو بدي أحكي بصراحة كلمات بتوقف عاجزة قدام تعب هالأربعة أيام وننكمل شو عن طريق منظمة إنسانية ما لها علاقة بالبوليسية أنا ما بظن إنه عن جد في شيء اسمه حقوق الإنسان ما بظن إنه موجود أبداً البوليس بعدين جابونا لهون على حدود اليونان ضلت عيلة أبو محمد لتصور صورة أشعة لو عندي مجال أبقى بحلب ضليت ما كنت بس إنه الواحد يتبهدل ببيته كتير أشرف من إنه يتبهدل حلب مشتاق لحلب The square one. The square one. أيام نحن هون بإيدوميني كتير تعبانين نفسياً التركيز هو إنه لازم نخلص من هون نطلع من هون بدنا نوصل لألمانيا كان واضح إنه السلطات اليونانية بلشت يعني بخطتها لتفريغ هذا الكم سيارات الأكل عم تنمنع عن هون يعني 10 أيام 20 يوم كون هون خالص ما في إيدوميني نجرب إن شاء الله نحن ضايعين. ضايعين طبعاً. ما هي المشكلة هون إنه كل الخيارات هي صعبة، تمام؟ بس نحن ما عنا يعني بدنا حل. قصة إنه نضل هون شايف أنت كيف. هبة شو رأيك بالمقترحات هي؟ أنا مع اقتراح نروح تهريب مع المهرب هو أفضل حل. أي مهرب أو التاكسي؟ مهرب بالتاكسي. هو أفضل حل. ليلى. نفس الشيء. أو نطلع كمان مرة تانية نرجع نجرب ما عندنا مشكلة. مرة تانية 200 كيلو. ريتا. أي خيار. نجرب لحالنا. الله حيو. ما بتخافي من الغابات؟ لا. برافو. إيه. أم قاسم. صوتك مهم. فادر من سوريا. سوريا. أرجع سوريا. ما بيرجعونا. ما في ترجيع. Where is the Komonovo? نسبة الناس اللي عم توصل لبلغراد مع مهربين ما بتتعدى 2% او 1% اشاعات كثيرة بتطلع هون طبعا ما تحققنا منها لسه وفي عائلات مختفية لساتني هلا عم ببحث عم بدور على شيء مهرب انه يكون فعلا ممكن نطلع معه بعد ما تواصلنا مع حوالي 10 مهربين كلهم طلعوا كذابين نصابين ما كان عندنا خيار غير نسلك طريق التهريب مرة تانية لازم نقطعها هي مشي لأنه كنت راصد لها 10 أيام نحن هلأ صرنا بمساواة موازاة الضيعة اللي انمسكنا عندها غيرنا الطريقة هالمرة بحيث ما نمر من الضيعة
مرمر من الاستراد هنيك. اللي شغل الموقع الحكومي ما بتلقطنا؟ لا هيك بتصدي يعني بخوف العالم. خالو عبودي تشاكن. ولا عبودي تشاكن. لا لا ليه؟ هذا الجيرو راكم عبودي. زاني خالد ما قول شاكا ويروني عم كدي سمع الجير دار خط والله ما أوكرد ما هو بي خلاص ما دار بك ما دي سمع في هوتا مندي لك تجلي خواجي شاكا عبودي شاكا والله لقوا بارو شكر عم كدي سمع عبودي. هلأ لا الجروب كله تعبان ما بعرف ليش، يمكن لأنه الحماس ما عاد مثل الحماس اللي طلعتنا الأولى، يمكن لأنه بعرف أنه فرص نجاحنا كتير ضئيلة كمان. مشينا مسافة منيحة، مشينا بالليل. في بوليس عند النهر، وفي عدد كبير من المساكن هناك عند النهر. قلنا بننطر شوي بعد ما ننزل. كفينا نحن محل نقطة العبور، ما في شبكة هناك. قلنا لنقطع لحدود المخدومية. تماما ودماشنا وكيف دكنا تاسلوا في دكنا موقع اخوة بس نبدأ خوكي بشي قول لها ازمان خوة بقرة مديسة بقرة بس نبدأ خوكي اجي ربي شي مجرى بشي. اخي عبدو اللي بألمانيا كل ساعة تقريبا ببعث لي رسالة شو صار، بيقول لي انه اذا مشيتوا على اليسار بعد 7 كيلو بيكون افضل اذا لفيتوا وكذا. حال الضياع، نوم معهم سهران معهم، هو شعور يمكن يعني بماشي 5% من الشعور اللي كانوا عم بيعيشوه هني، قلقهم حول المصير المجهول انه شو الخطوة الثانية. عم بيجوا يسألوني المجموعة اللي معي انه قدي بقيان للطريق من هون لصربيا. فتحنا الخريطة ورجيتهم على الجي بي اس انه في قدامنا مسافة 2 ساعة بالسيارة، مشي ما لا يقل عن 170-180 كيلومتر. تفاجأوا طبعاً إنه كتير. نحن في ذلك الأحر نواضي برامان نصول. أبو قاسم تعرف على أبو رامان في كامب بتركيا. طلعنا مع أبو رامان بالمرة الثانية، هو وعائلته. لك إيه تخبى بالوادي؟ إيه هاي هاي ممكن تقنع ما نبي نجي محسن. بصراحة هالمرة أنا كتير تعبت. أبو رامان سرعنا، أبو رامان كل شوي خلينا نرجع. خذوني ورا قرتك. أبو رامان كل شوي خلينا نرجع. عائد ميني قل له لا ما راح نروح عائد ميني. إيدوميني بلشت السلطات اليونانية إنه تفضيها. وين ما رحت بيتي بروح، وين ما رحت يعني. يلا جيبي شو. لا يعني كل ما كانوا بيقولوا بدنا نمشي بالرحلة أنا كنت بقول مستحيل يعني نكمل هالرحلة ومشي مستحيل. أكل هم أختي. ما عندي أمل تقدر توصل على الكل. أبو قاسم نفس الشيء.
مسؤولية متعبة، متعبة كتير. مشكلة المسؤولية هي نفسها لناس أنت بتحبيهم يعني. داشي ناكر شيركي بمو ما داشي ناكر تاقوا استبشتو وانا بيلم قاري قيزكي ديو خيري عنده أربع بنات وستبي وش يعني كيف اتركوا الروح ماشي ما بحسن ومرضاني هي خاصة أولي على طول معي صاروا وقت اللي هي جوز معي بيتها فوق بيتي يعني ما بحسن تركوا قاسم شو الأخبار؟ زفت زفت والحمد لله مقاسم مقاسم هر هر شو الوضع؟ الوضع خرا من الخرا هر هر شو الوضع؟ هر هر شو الوضع؟ لكم لكم مهربك لو نور محمد لو جدوها قفن ديبو يلا يلا لو جدو يلا يلا حزر جاري يا ما شاء الله جكرمو لو جدو جرح ما تراي هاي عشت ايه صباح انت نبلش انا صح هلا هاي مكافاه للشباب الكل الجروب مشان يتحمس هلا معنويات شايف اليوم كلها كانت بالارض ف رح يرتاحوا هلا الساعه هلا 10 تقريبا للساعه 5 الصبح 4:30 الصبح 5 ساعات فتره منيحه يعني والكل رح يكون رجع استعاد طاقته وهيك اولاد خير هيك ما بصير لازم نام بس بعد هالتعب وبعد حالات الإصابات اللي صارت صفى الكل بده مهرب بس يكون بسعر منطقي شوي إنه بحيث نقدر نوصل بسعر مقبول يكون يعني نقدر نحصله هذا السعر كيفاش حسيت two minutes. You are in the road? What? Please, take this. What do you say? Hello, what do you say? How are you? I'm fine, and you? Thank you so much. What? I don't understand you. Can you repeat? You go in 10 minutes. I don't see you. I don't see the other stuff. Everything I don't see. Understand? Side where? Hello. Hello. Inside where? You're speaking English. I speak, but I don't understand you. Your voice not clear. That's the limit. You see police. Who speak police? Police. You see you. See? No police. See police. I know. No. No. No police here. I know police. I know. You understand? Yeah. Go inside. Go inside where? To where I go inside?
you go after 2 hours, I'm in point. Okay. 2 hours? Yes. ويفكروا أن يقتل الشوفير. ليكي. جاب مشي خلو ماستر. نا جاب خلو شيء تماستر. جاب مشي خلو ماستر. نا. جاب تبقى لين. طعن طعن. خلو جاب ويا طعن. جاب مشي تبقى لين. خش. ما أعرف. حكي مور. يوه ام عشان بدأنا المهرب بنجهز الشناتي ما بنشوف الا سياره تحت ناطرتنا وعم بتشغل الضوء طلعنا أنا وياه لحالنا لنشوف السيارة شفنا إنه في حدا صافي وناطر ما شفت لك إلا تليفون يتصلوا فيه على التليفون قال لي هي مي سيارتي هذا بوليس قال لي أنا مهرب أنا صافي في السيارة تعال عندي كفينا قطعنا الأوتوستراد دخلنا بالغابة اللي جنب الضيعة ميرابيتسي بمشينا حوالي ساعة ونص بدقلنا المهرب بقلنا السيارة جاهزة على الأوتوستراد بدكم تطلعوا بقول له السيارة أوكي جاهزة نحن بنطلع أخذنا حطنا على أطراف الضيعة كان في بيتين ثلاثة شو بيبطل؟ المهرب جاب عائلتي حطها هون ما بعرف شو بده يعمل بس عساس مشان ننطر سيارة بس أظن إنه كذاب لأنه صار له 3 ساعات عم يضيع لنا وقت بس في خطر لأنه نحن بالضيعة ما بعرف كيف نلاقي منفذ ونطلع إذا ما أجا خلص بلشنا نمشي على خط السكة يلا ارحل يا بشار يلا ارحل يا بشار يا بشار ويا مندسر وتضرب انت وحسب البحث روح صلي حرف الاسم يلا ارحل يا بشار عدالة حرية دولة مدنية عدالة حرية دولة مدنية ونشلكن على الفرق لما أقولك يلاقي جروب جروب قولها من نوكي قولها عجلان ما كان إشي تبيتنا تبيش وانا بدي خطوان حبيبي اوكي اوكي يبي جروب سافر تمام هذا ليه خلص دبي قول لها ما نوكي يلا شباب جروب سنه يلا انا بس اكلنا بهفدي جينا روشان بيش بابا بجيب شغل هي روشان مو نمر ها غير ناج لو بس نبي جيد ماشينا وين بجروب روار حركة لك ام رومان من ليلى الشعب يريد لا اسقاط عجيب فراغ سلامت خانه و توپ و خانه و براه ایشه و من شد خوارن اوف گی تمامه گی پرن گیش تمام نیگوتینو نیگوتینو کومونوفو نیگوتینی کومونوفو دورا کومونوفو نیگوتینی مابر جهه ایتصار تبع الاتوسترات جهه سوپوت مش في الجهة اللي تبع لانجه بيوانجه هذا النوع الشارع اللي تفوته يعني الطريق لازم تفوته على سقوط ومحناك حتفوته سربيا أبوالك مرات بيجي دبيكم جيشنا سر خاطي سكي وطام ممكن حطوني حدود سربيا كومباكي تبي نيسكا ونوبن يعني ممكن كونتي دو فيسكا كي تشو أخوست هر نيكوتينو ما باستنا لاحق فارمر ريه
على الجي بي اس بشوف 2 كيلومتر ونقطع على الحدود. بس الكل انصدم انه كل فكره انه راح يكون في تيل او يكون في كم عسكري، انه ما في شيء. بيقولوا لي جيفارا انت متاكد نحن قطعنا على الحدود؟ لك ايه قطعنا على الحدود وصرنا ماشيين 1 كيلومتر زياده. مشينا باتجاه الضيعة، كان البوليس جاي. وين المهرب؟ قلت له وين المهرب؟ ايام سموغلر. فضحكوا، كيف جيتوا؟ وين المهرب تبعكم؟ قلنا له انه من دون مهرب جينا مشي. هون انصدموا انه كيف جيتوا مشي؟ فيك تقول لي كيف جيتوا؟ قلت له فيني اقول لك يعني، بس بدي بالاول انه اعرف انا وين بدنا نروح، ترجعونا ولا شو؟ قالوا لنا لا اكيد رح ناخذكم على الكامب بريشيفو. واطمنا هون انه خلص ما في ترجيع، ارتاحت ام قاسم اهم شيء بعدين، وامي كان راسي على بوجعها هلا ارتاحت كمان مشي حالها. الحمد لله وصلنا، ما في مشكله، المهم ان شاء الله تروح على المانيا تنبسطي هنيك، نوفي الدينات وضعنا بخير. كي خرجون يلو معنا عم تاقو كيلو مين؟ عفوا بدي اسالك، تفضلي. الاوراق المؤسس رح يعطونا اليوم خارطيه؟ ما بعرف على اساس اليوم، بس اجوا كم وحده؟ بس في كثير 75 وحده. فرح يجوا اكيد بعد شوي بيجوا البقايا. يعني بس ما اخذتوا مثلا؟ لا لا لسه ما اخذنا، يعني بس لما يجوا فينا نغادر مو؟ دغري، مجرد ما تاخذوا دغري فيكم تطلعوا، انتم حرين. This kind of experience is very important for our family to be together. It was hard for my grandmother and my mother. ندماني كثير 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 كثير. طلع لي يجي قذيفه كل يوم على فوق راسي، ما طلعنا هالعذاب وهالتعب والله. بس مشان ابني وبنتي قال عندكم اولاد خلي نروح معه، معلش بالليل ما بنام مشان ابني بحلب، بالليل ما يجيني نوم والله. كوجين ما بنيرن اخر مره عبد الرب ده حزور دوزه وتبرت اخر مره شو عبد وفوت اللي عبد تموت اللي ابن عمي جاوزت كلياتنا نراعى العرس مع شيرين وام قاسم وابو قاسم وكلياتنا حفله وعرس ولساته عندنا كل صوره وهيك ما اعرف عند عبدو وعند بدر كلياتنا سوا بالحفله. روح شوف بدر وعبد وولاده وجداد وولاد اخوي كله الرياض ان شاء الله.
والشام عيني ربه كل العالم بتحبه حلو صوتكم يا وطننا ويا غالي حلمي يا ردوا علي ويا وطننا ويا غالي يا وطننا ويا غالي حلمي يا ردوا علي ويا وطننا ويا غالي. بتخيل حنان ريتا تروح على المدرسة، هي بقى تروح مثلا روشن تروح يا وطننا ويا غالي، يعني هذا هو عم يفرحني بتنادي بالحرية ويا وطننا ويا غالي الشام يا بخت الشام كل كلمة بشوف ريتا أحياناً مثلاً بدها تكتب حرف بلاقية تألمت ما بتعرف، يعني كنت بموت ألف موتة. عندها صفحة على الفيسبوك بدها مثلاً تكتب شيء بتجي لأخواتها، مثلاً بيكون أخواتها مانن فاضيين، بتقول مثلاً بتجي بلاقية بتبكي هيك بتحطها بقلبها، يعني مو بكي بتنزل بس بحسها عم تبكي. هذا هو يعني كنت بتأثر فيه كتير، يعني أنا كل شيء بهمني بهالدنيا مثلاً بس أولادي يكملوا دراستهم مثلاً ياخذوا حريتهم شوي. Where are you going? Where are you? I am going. Restaurant? Yeah. To eat? Yeah. Good. أبار مطعمة أبو روان شوفك اللي خواني من يتشاك ورا الضابطي هوني الضابطي وأرزان ترى وبدرون شاور مالك واش بوت جي هنا فينيش 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 جيب لي مشكلة ناخذ السطر بنير بقولوا انه معظم المطاعم تكون مسكرة هلا فما في غير هذا وهذا وجبات سريعة وما فينا نقعد لأنه ما في كراسي فخلينا نلاقي اوتيل على ناخذ معنا او نلاقي لنا شي طريقه ورا حي تينجي مريش كو بدي همبرجر تينجي اي مكو مكو مش تينجي مريش كو تك مالتك خلينا نشوف ايجاك هادي عذاب ترى خوشك خاصك حريك دهيو صبحيات نطلع الساعة 9 وربع نكون هون مشان نطلع على سوبوتيسكا سوبوتيسكا وصلنا على سوبوتيسيا سمعنا انه في معبرين حدوديين كليبيا والثاني هوغورس هلو كان وي اسك ذا كويستشن هلا باليوم بس عم يدخلوا 15 يوميا دخل 15 افغان 15 عراقي سوري طيب شو قوس ملات الفريت الزوني تنجي سوري عراقي تقريبا 6 هفته يعني جراك يا دور الدهريون دو جي دار بوس بس ضروري عارف اذا في اكل في خيام ما في خيام ماكو طيب هلا خيام كيف دبرتوا نحن كيف نجيب خيام انتوا وين عم تنام؟ اذا عم بيروح ما هيك خيمته؟ عملنا بطانيات خوش بس طوب لينك؟ ها؟ بس طوب منين؟ لا ده صوب لحمه منين؟ توت انا منين؟ اوكي Thank you.
كان سيء صراحة أول ما جينا. العسكر الهنغاري هون إذا شافكم ممكن يأخذ منكم 50 يورو أو ما إلى ذلك، وإذا ما دفعتوا بيرجعوكم. بلشوا يتأقلموا. أم قاسم شالت حجرة كبيرة وعم تكسر بهالشجر. متوحشة هلا. العيلة كلها هلا انصدمت مثلي لما شافت الوضع هون، إنه يا محلى إيدوميني قياسا بالقعدة هون. ما كان في أي منظمة تساعدنا. الأهل اللاجئين الموجودين هون جابوا لنا بطانيات. وجه محسن اب مارو. اللاجئين الموجودين هون كانوا مظبطين ليستا قائمه باسماء اللاجئين الجايين، قد ايه صار لهم الفتره، شو في اطفال، شو في نساء، اذا في حالات خاصه مرض او شيء. خوشنافتشي. بس المشكله انه انا خايف انه اللاجئين نفسهم يتلاعبوا بالاسماء، يعني انه ممكن يجي اللي مستلم الاسماء ممكن تيجي عائلة بيعرفها يقربها أو يرجعها. هذا برضه الرقم بيستو شاش. فمشان هيك أنا كنت حريص قبل شوي إنه شوف الليستة مزبوط، أعرف إنه كم شخص في قدامي، فطلع في قدامنا 163 شخص. صوتك صار ضعيف. وين الصبايا؟ وين؟ فرجيني الصبايا. هاي هبة. قلبية؟ هاي عبوش. حلياني يا درساني. ليلوش. ليلوش بس تيجي لهون بدي شو اسمه؟ تمت عمية شغلة شهر زمان بلكي تسمن. شو صار رقمكم؟ لسه في قدامنا هلا شهر 70 واحد؟ يعني انتوا رقمكم 71؟ في قدامنا نحن هلا 70 شخص تقريبا. 70 شخص، يعني بدكم 6 ايام 5 ايام لتفوتوا. الا اذا اجى عوائل افغانيه دخلوهم قبلنا. او اذا صار الامر انت وعطوا سيارتكم وكذا. نحن ما بصير نجي ناخذكم لاني ممنوع، كلها حواجز، يعني لما نحن نفوت على النمسا بصير كلها حواجز. راح يعتبروها مهربين. لا مو مهربين، ما بيحكوا معنا شيء، بس ما بخلونا نطالعكم. انا سبي زودو عمر روبن شانتي خد لوج دينا ساعات شاشتا شانتي من كيل ودارينا بس اما حاج دينا نمشي عدا غير صابر كنا وين نمشي عدا غير كل العالم توقف ما بشكل بس عدا كيرا شوريت كيام خوصي كارورا وين دروبه ملاب جارم بكيه تكون كلمتنا واحده تماما. فوتوا اللي بدكم اياه بعد 15. كون كل يوم بفوت 16 مو بطيب، انا بغصب عنهم يوميا لازم يفوت 16. انا على لاي حال شريون كيف حولتك خوص الا وين دار بوسكي؟ اكيد مو اكيد هل تسيريون سيشوريون؟ بس يا أخي ود أسهم لا نشوف. يلا دري ببن شان باه ببن هالورده يلا يبرد بيعم شان ببن حفتني ببن عائلة جيفارا أبي دي ونبي عائلة جيفارا
هساك ما خولة يا عجي هبا خولة ويدا وايد ايش يا عجي وينينا خولة Yeah, grandmother, uncle, five children. قالوا لنا جيفارا ما راح يروح معكم. قلنا كيف جيفارا بده يعني ما بده يروح معنا امه معنا قال لا انتوا عيله واحده فيكم تاخذوا الام معكم جيفارا راح يضل هون العزابيه اجباري بدهم يضلوا 28 يوم المحقق كان كثير سلبي قلت له بدي ارفع عليك دعوه بضحك قال لي يا بترجع على صربيا يا بتفوت بالسجن او بالكامب المغلق بين قوسين حسب تصريحه طبعا انا قلت لهم للاهل انه يطلعوا يكفوا الطريق وبخاف انه يصير في قرارات جديده بالنمسا قالوا لنا جيفارا ما راح يروح معكم نحن كثير ترجينا هون قالوا لنا اذا بدكم ما تروحوا للكامب المفتوح رجعوا لصربيا نحن مرقنا اليوم على اساس نحن عائله كامله يعني 1500 فكره براسي يعني شلون بدنا نكمل من دون جيفارا او شلون بدنا تكمل فرحتنا من دون جيفارا من دون جيفارا ما في شيء بيكتمل هو اللي وصلنا لهون Maybe we stay here one month. استنيت أربع شهور ونص ما قدر استنى 28 يوم. It's so difficult. Half year is lost. Aleppo is bitter and bomb of Assad. And don't care. But my father and mother. Maybe you died. Maybe. I tell him. I don't want this life if I don't make any things in for myself, for my mind, for my education, for... What is this life? What? I feel tired. We feel tired. And very angry. وذلك هي حير وما ممكنه قف بيغرتن قبي نمسا نمسا بيغرتن ام نزون ام حاول لك انا كم دربوش من موضوع ما هوني قرارات ندي قرارات حاول لك ام يبي ديوار هو يسود نيسو نيسو مينكا نيسو الو ايوه شتكي خالو انا خالو هلا حال كيف ماشي خالو وين شفتنا عمرو نشتينا ام مستنفرن هيفيات انا بابي شمين الدريجة الدريجة ام عبدو دبي از نورم قال لك يفارا واري نو ماشي نو ماشي اكوام عبدو بدا نازل عبدو نازل بس ام عبدو فرقوا عدبية داشا مكنا هار النوبة تمام يعني ما دعنك ناكر منك مو ما عبدو مون يعني عم كي تشتوت انا بتالي بيرين ما كوازون كي قوافق جي بيقرد اصلا بتالي نيل نم يعني نم ما انتخشتو اس كتابين هالت ايه ابو 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 بس ما استيت ابو قد استيت اكل قولا يا قولا يا قولا اصلا يبقى السنه بك اصلا ودي لبك اصلا ان شاء الله خير لا لي لا 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 بيبيل النقطة بس فقرين بيبيل النوكي بس نوكي نعم بس تبي معانا ما يجوه مانو دائما هيك باخذ من 650 ل 700 بس انت سألتني يعني كيف تركي ما خبرتك فهمت علي؟ لا
رجع عبدو لو او كان بش نسوته بس اشتعرف اخوال عبدو مرحبا استاذ شتوني حال كيف او ويا دبي حياة جني رالوش المانة تاب مهرم بش اسر يا حريك كينا قو يلا دبي روكت الاخرين دبي نفسي ويروه تاب مدورم بس خبر بدي من What's happened in 24 hours is my uncle Abdo say we don't go with smuggler because it's very dangerous and cost a lot of money and he decided to come to Hungary. خالو طيارة من ساعات 13:45 دقيقة لبودا بس بيابي يعني 13:45 دقيقة دي جاب كبر بك أيوة سبع فوري سبع يعني نيفرو تمام أنا وأنا جماعة وابين نشان تعليماتهم بعدنا وأما هارن هارنا بانوف أخوي ورحلة معروفة ساعات شدر كمان أما هارن ممكن ودر كمان هذا بيه أري I feel afraid about this because we don't have any plan, anything. Just we go, okay, smuggler, we go with smuggler. Okay, train, we go by train. It's very hard. We are confused. أنا رحت على بودا بس بعرف إني رح جيبهم يعني ماني راجع إلا رح يجوا يعني. هنروح اليوم؟ يمكن. متستني خالهم؟ إيه. وجيب. طب بس الدولة سرتختي ماما ماما كتبك وجهها. نا سرتختي وين؟ ولا حد دول خبري بتعرض بي. مام دوين سرتختي وين؟ حيوان رابط بداري عبدن عبدو تابر بداري عبدو يبي ليلة رابط خاني. مام دوين سرتختي وين؟ رابط بداري عبدن يلا بداري. عادي شوري بك يا بهاب راهي دي دي هنا دي 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 سيرونا او دي 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 روننا جي تشيك المتصل دورها هابي نفسي اوه بس دورها هابي وانا عادي مفتش عاد من بدقيقة دخن وعادي تصرف بك كأنه نت تشتكي انت مشكلات اللي هيك بقول تأيل من لو خاك بقول تأخل من تخيلي محجوز انت 27 28 يوم تكون محجوز بالسجن لا فيك تطلع دخان اذا ما معك بتضل من دون سجاير من دون دخان نعلق كثير يعني كنا نفرغ يمكن الضغط اللي علينا سوا يعني ف كتنا كترينا كهو هرنا محطه كيل بودا بساني ويرا تشكي نظم باكي شانس هذا انه يلو مباراه ما جرى باكي تشكي تشديد نمسا جيرو ناليزي ايه تمام باكي حد اقوى من فيفا 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 هنغاريا مجر فيفا فيفا اوستريش We are right now separated because we are afraid from if the police come ask where's your passport. Thank you.
أنا أقول لك حدود شو قصد مني؟ حدود وقت شو قصد؟ شو قصد مني؟ قالوا باب شو قصد؟ أقول لك السكينة مثلاً. We cross the Hungarian border. I don't want to sleep. I can't sleep because I think maybe I catch by police, maybe do wrong things. So I will be wake up. It's better. I am too nervous. Austria is a big problem because all the refugees think Austria catch the refugees, puts him in the jail or back to Hungary. أنا انزعج، أنا قلت إنه بما إنه الرحلة كانت سهلة وتقريبا وصلنا لسالزبورغ ضللنا ساعة يعني. دار كاتن ايرندا واني لندا بقى حوكر ونجيب كنوب كصنابي لا لا فايل دونا بقى انه شوردر يانو بقرن اي قد واني لندا خالو يدراكم ردرا بوليسا كان نجيب لا لا تم ادي فايل دونا وانا انه شوردر يانو بمين يعني كان كيف خاب حتى ردرا مخفر كان تشيتر اي خالو بس انا موقع وموقع موقع نهيري اي خالو اي بنا بدورم يا بروف انا ترسين شيغناك خلا انا زكوا من زكوا من تا او نوبه اهلا بالشباب اهلا خير قد يوم نخلص بون او وجهي روح بو قد يوم خاو ما كنت عادي تصرفك عادي بركش جونا كم بن علينا حجي دست دست ديون ابوشه طبوشه با عليا كره عبده الحمد لله على السلامه رتريتا كولو جدي حفظك علي قولي رونك لا مشكله لا مشكله بس او نهاك روشان را نبيا نه به جنخی ها و اوانه رو که روستر روشه وارش در باس بیانا بدر اما از گیش موان میفهم از گیش ماماوان کی چطور بدر والا از هینه گیش میده نفس امدن اون نفس ادان دمنا از که چطور او بکنم نه از که نو تلفون میره که مزانه بکنم کس تو بولیس مولیس رو حتی تنه ما بستی ام که زانه به نصبه که یا از او که ماسکه شارع ببینیم یا جا ام هر هندی جی که معلیوان او کری یعنی مثلا ما ساعته که ما ام نه خوزی اخی بس برا مهره بشم مره بشم ام وارن بس نها مرا بی وای حاضره البند تم حیران بس درنگ من میسبه ازارم چه تصرف کنم لون ام شارع اینه و از نه خوزم وقت هره باشه باشه The The policeman tell me after 24 hours, you continue your journey,
because Austria government don't want refugees. قديش خبير بك مهرب نو مش خبير ماكي انا مش خبير ماكي مواظب بك بس تيم عليهم مش خبير حتى ربع ساعتك يا جواب بس بني انا عبودي مواطن عابر للقارات اشترى احلى عبودي بس نهون The plan is a smuggler to take us from the border Austria Germany and we hope we see him. كان في قلق بالنسبه لي عليهم بالاضافه في قصص ما كنت بوافق عبده على خطته هاي مثلا انا لو مع عائلتي ما باخذهم مع مهرب وما كان في مهربين نقدر نعتمد عليهم لياخذوهم عندنا حد يجيك بدي اجيك اورجن اوديو تيركيه يلا جرب ما بوش فاشل قوشي حليها ما بيرجو خي ومشمد انت مش بابني وتشدد انا من اذا بين كتابين وهوجي يعني يقول اه امكو قواني بيا كتانيه بي اري شي ترى Jivara from Syria, Jivara from Syria. Come, Jivara. منور نه خدا بین ما را بیان خواستار دوبی. یعنی از چه قص اول دوبم؟ انشالله اون از دوم وارنه. بابا اگه دیگه بابا سر کار کنم سر کنم سر چه نه 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 باب دبي باب بالغانو كنت بكيت يا المونيا شاكر علي المحطه تريني اجواب محطه تريني وهي قوي انغوري وين شاكر جواب السين اجواب السين دائما رو جي جواب السين عشان نزن تشد هي با ليلى شيرين بابي بيسم جي وانت بيسنا في حال فأمل ألمانيا في حال ألمانيا بوليس واجت وانت بيسنا ليلى ما بنين ليلى وانت في حال ألمانيا بوليس ونجت أم كهرنا كرة سويد سويد أم دارنا برلينة سبج برلين كهرنا سويدة نال ألمانيا بيش خبير ماكن يلا توتر Thank you.
مشتر بو نفق نفق كاميرات يدها يعني اي سياره مشبو دوري درد كافي مگو حیوان زوره از آنها بیمونی چه ببین؟ حقا شوالده بگیم نه قاده به زوره وقتا که زو خواهده بیا بر برنوفه مهم نبیوانه آره آره بر برنوفه نبیوانه چه؟ با برنوفه انگلی برش پر کسی نه بنک لفا درانه های که؟ پیش ده بنک لبه اخی برا داخل فواره دخواه کترینه ما تا چرا خود کر؟ Good feeling, but it's not completed. Hello. Hello, hello. Chitki khalo. Ali khalo. Chitkira. Wallah, saatak. Saat. Saatak mama in Berlin. Bas khalo bita cook na khasha. Yani. Good.
Like a dream. We don't believe this. We don't think we can cross 7 countries. It's good. Good feeling. What is home? The home is sky and ground. We don't have home. We just have a bag and sky and ground. And family. مو هي نهاية القصة كاملة. بس يصل جيفارا بنبلش نكتب نهاية القصة. كنا عم نجي بالقطار كنا عم نشوف الغابات انه هنغاريا بتشبه صربيا لا بتشبه مقدونيا لا بتشبه صربيا حنينا لمغامرة الغابات هي اللي كانت 10 أيام يعني عم بشوف الانترنت وعم بشوف كيف عم بمشي بالجي بي اس من دون ما محطة ورا محطة و انت لاجئ ولا انت شو ولا من دون اي ما اضطروا لهذا الموضوع حسيت حالي انه محظوظه نتيجه المانيا هي البلد الوحيد يمكن هلا اوروبيا اللي عم يقبل اللاجئين على عدود كي بلقون حاجه كيف؟ شلونك؟ الحمد لله على السلامة. شلونك عرصة؟ شفتك عرصة؟ تكفي. سي سولمون. تكفي. الزعيف هو تيجي قلوبي عرصة. شنو قلوبي؟ يلا. طيب قالين شنو دي حجي؟ وري ما جايبيني ورا خوش. شو جايبيني ترى انا خوش. بالنسبة لي هلا ما في خوف أو قلق بأي شيء هلا هون يعني في عوائق ما بتخلينا ما بتخلي اللاجئين يندمجوا فالعوائق كثيرة حاليا كيف رأيتها طلبية لجوئك اليوم؟ نعم يا سلام طلبية جواز سفرة تهبوا جاريك تهبوا يعني مش هناك رجوع بس شجع شناك؟ نعم أبدا بس نفوسها مهبوا نفوسها مهبوا أنت جواز سفرة تجانبوا؟ نعم سوري جنبوا؟ تمازي مطلوبوا مش جنزهم 6 سنين بالفوضى قصف دمار تيجي فجأة لحياة منظمة وصورة طبيعية بتشوفها قدامك وما في شيء فصعبة هي حالة إنه الواحد أوكي أنا وصلت أنا هذا خنزير حكيت كثير عن هالقصة يمكن حالة العجز هي اللي نحن بنشعر فيها شو ممكن نقدم لبلدنا نحن هون؟ ما بعرف شو ممكن نعمل بس ممكن نصرخ نضل نصرخ بصواتنا أحلى جدي أحلى أم درك يا بنت لأنه هي التجربة اللي تعرضنا لها أظن ممكن أي حدا تاني أو أي بلد تاني يتعرض لها يلا 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 يل